المرة واللي عدنا عن تهجم المتابعين على بيسان اسماعيل، فبيسان نزلت هذا المقطع على حسابها بالتيك توك. بهذا المقطع لو تدخلون بالتعليق راح تشوفون انه كل التعليق قاعدين يتهجمون بي عليها وقاعدين يسبوهم، وغيرهم اللي يكشفون حقيقة انس الشايبين هو مو رجال وجاي بعد ما انتشرت الفضايح وهو يسوي اشياء زي 18 ويا اخوه. فاكتبوا لنا حبايب لكم متى اشتركوا بهذا الخبر وهل هو يستحق هذا التهجم اللي تعرضوا له او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو طارق الباشا ومملكة القصص، والفيديو كليب بالنار اللي حينزل لكم مباشر الساعة 4. اول شيء يا حبايب هو من الاشخاص اللي يسالون هل حظل وجهي بالكليب. طارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب ورد بهذا السؤال، وراح تشوفوا المقطع مالته ونفس الوقت فضح هواي اشخاص. طيب مفاجأة خرافية جهزنا لكم اياها، روحوا شوفوا مقطع طارق الباشا على ما تعرفون شنو هي المفاجأة. وطبعا نفس الوقت يا حبايب طالبعتكم طلب بسيط، الفيديو كليب اللي راح ينزل باكر اتمنى تفجروه بالكومنتات وبالتعليقات لانه حيتعرض هواي من التهجم، ولكني واثق من عندكم يا حبايب انه حتردون على الكل. فاكتبوا يا حبايب ايش قد متحمسين. الخبر الثالث اللي عدنا عن متابعين بيسان اسماعيل وفضيحتهم النارين بيوتي. هم متابعين بيسان اسماعيل قاعدين ينشرون المقطع عن النارين بيوتي، وبهذا المقطع كانت بنارين بيوتي قاعده ترقص يرقص غير لا. حط لكم المقطع روحوا شوفوه، وصراحه المقطع ما اعرف من وين جابوه بالضبط. هذا هو المقطع حبايب قدامكم بشويه قاعده ترقص هي قاعده بغرفتها وقاعده بالسويد يعني. شوف هذا المقطع زين يا حبايب، واكتبوا لنا بالكومنتات هل تستحق التهجم اللي تعرضت لبعدها النارين بيوتي بعد ما انتشر هذا الفيديو او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفوا من حقيقه بيسان اسماعيل واخفاها الاسم نورمار من التعليقات اللي عدها. اما السبب فمثل ما تعرفون انه صار مشكله حاليا بيناتهم وهم يهتشون يا بعض. اما بالنسبه للدليل ندخل على المقطع اللي نزلته بيسان اسماعيل ونزل بعد التعليقات وراح نسب اسم نورمار، بعدها راح لكم مثل حدث وانا عمود في التعليق تعليق اشخاص اخر ورايا، بعد ما نفضل راح نغير الحساب ونشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا، بعد ما نغير الحساب ونزل بعد التعليقات وراح لكم مثل حدث اولا راح نشوف انه تعليق ما ظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظهر. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شركوا بهذا الخبر وشركوا بحركه اخفاء الاسم نورمار من التعليقات اللي عدها وشنو تتوقعون السبب بالضبط. الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم متابعين مملكة القصص على مايا الجمال، فمايا الجمال نزلت هذه الاغنية على قناته ولو تخلون بها حتشوفوا ان كمية الديسلايكات مو طبيعية، واول كومنت كاتبه فيه جيش مملكة القصص وهي مثبتة وكل الكومنتات مطلوبة بالانجليزي مكتوب عليها جيش مملكة القصص. طبعا بالنسبة للسبب لان مايا الجمال قاعدة تطلع كل شوية بلايفات وتسب علي وتسب على اهلي وانا اساسا مش جايب سيارتها. اكتبوا لنا احبابي بالكومنتات هل تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. وبس هنا وصلنا للمقطع حبايب، لا تنسون الفيديو كليب باكر بنفس الوقت فيديو مال طارق الباشا الكل يروح يفجره على مود تفرجون الحماس مالتكم، وبس مع السلامة.